تاجرياش حسبي كلمية أيام أنت مجال هذا برعو حرقة كجتر إلا بح حفيسه يكوي يلان دوران مجال هذا برعو حفيسه إنه ما أنت اللي جوا رجيه مسؤولين تحسبي كلمية قبل كتقدر أي واحد جوب شو جها وسيرك إحنا هذا حوله هي هرمين ترميجا وسيرك حجينك جناحسجا برسابك حجينك قبل كتقدر قدوميها حسبي كلمية قبل كتقدر أضيال وحجرد يحبناها فري حفيسه داسي ويجون هالكاسي كهلاي حفيس كرانو كرانجاي حسبك كل مية إيه حسب حاكم كام واحد كلام هالكن تسوي دوين إنه ده كان قيمة هي قاية بدن إيه أتها غير ياش حسبك كل مية واحد كلام هالكن تسوي دوين إنه وسير كقالي كا إيه ميسان كبدن وسير كوسير هذا وسير كأحد هو قالي كا قبل كتقدر وسير كقصون تو حقبت كا وسير كسعيد سلم محمد وسيرك حرقة كتشر يا سكاني كسر دوين يا أنا قاعد أشير حاقل كير هير حسين ما تبغى حد حاقل كفورا هنا قولي غير حسين أنا قاعد اسمال جليني أنا قاعد فرعي يعني ما تكون عشرة إلا قدومية هيو لا قدومية كحجانك يعني كون عشرة إلا سبع ساعات على لغو لغو فري يقولوا هل كان واحد نكفر يقول يا كم إذا قولي يا حفيسك كل مية حسبة كل مية يقول أنا واحد لنا ذا سقول وان بالله إذا سقول وان يقول أنا نكفر وكا سيدوي وين أشقى وين أحسن وين واحد حطور ما إنه هذا اللي نكبر يوم نسكتينا هذا إنه بدينا عندك ما قالين أحنا طور ما إنه عيد عاي ما إنه عيد ربش ما إنه وينو ترتمينا وينو ترتمينا كل جي غير كا وانا قال كا كفرنا ما أنت وكا يقول شيء عقل كين سلا سان ده حسب الله وبقى هاي كنا هاد ولا إن شاء الله هو مهتسته صو كف حركة كتر إن أقول كيف إذا قولي أقول مية حسب الحاكم كا آد بيا آد بيا مهتسين كصو قبل كلا ياشا قولي كان وحى سو أجاسمي بهو انتريير حسين يا عاقلك او سي شرف يا ماموس لو غورتنا يا مانتا حسب قرنك او ما خان كره دو سو اغاسمي اننا وحان لين هاي همبليا همبليا سلام بيروين تر حسين غورغان وحا فري بيروين تر حسين او او غوريو عاقلك احمد ماليه يو عاقلك كله آدیات بانیم بگذار که نه واند کم هستیم سیاد حس بگذار دو بسوره سعی کنیم قیمه ای میلک هاله آنو کنن نولا وره گنی کلمی گول برکات ما انت هال کن حفلت بلاران با نکو قبلی او اینو کفر اینو حفیز کن آدو قلبیسن حس بگذار کلمی الله فری او ایو فرن بالوين تا تقول لا عين عشاء وانا هدانو نهي مامولكي قبل قطبدر وانا قول قدومية حق هايه قدومية كحيغانكي حسبة كل مية انا لو وريق انه بيشو يقا حفيز كفري يقا كريي حسبة كل مية وكريين يقا قلبيي وينو يارين وحنو كلا وريق انه بالوين ترير سيقول لين سقول الله عين عشاء حفيز كا وضياشة هوين كا يوح كارت كا يدل يرد با آدي آد با نقوم هدنا قينا سيدا اي بيشو اتا غير سنتا اي حسبك كل مية اهي ليهو با يولا قرب تاقن تاي وحا هل كان يساقونا نلجوغا او حفلة دن مانتا نقوه قامين ايا وسير كا نقالي قاها ابتقاي سعيد سلو محمد اه وسيرك قبل كتقدر يا وسيرك نمبر 1 كه يا حكومه مانت الصومالي الان او هوغامين ايو مدحوينها جمهوريه الصومالي الان مدن موسى بيحي عبدي وسير مانت فرحت بينو تهي اديق يا انغبا ايغو بيشيني اما بيشا دي او حزبغي تاغيرسن oo nugu wareejinaysa xafiisay ugu ay kareeyeen oo ay maal galiyeen aad iyo aad bay maxay ahaydaan inoo farxad gelinaysa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxayna muujinaysaa arrintaasi
guusha xisbiga kulmiye inuu mar saddexaad ku soo noqonaayo talada dalka oo ay halkaa u taalo oo aan muran iyo gorgortoona ku jirin. Bahaweynta Reer Xuseen, awlaadu caasima, aad iyo aad baan idin salaamayaa, waa mahadsantihiin. Halka waxaa maanta ku soo biiray aasaasayaashii magaalada Burco, heerkii magaalada Burco iska lahaa Reer Xuseen oo uu hogaaminayo labada jiif caqle hogaaminayaan. Waxaan leeyahay soo dhowaada, waa mahadsantihiin. Waxaan intaan raacinayaa Soomaaliland waxay u gudubtay nidaamka asxaabta badan iyo dimuqraadiyadda. Haddii maanta la yidhaahdo xisbiga kulmiyaalkan looga ololay maayo Sultan Xasan oo ah suldaankii guud ee Habar Awal, wuxuu la socdaa xisbiga wadani buu la socdaa. Haddii nidaamkan reera reera ka dhigno, Sultan Xasanna reerkiisi buu iskaga noqonayaa. Cabdilaahi kale wasiirka arrimaha dibadda ahaa jiray, Cabdilaahina reerkiisi buu ku noqonayaa. Waxaan u sheegaynaa bulshadu way ka gudubtay nidaamkii qabiiliga ahaa, xisbiyaa loo gudbay, nin walba xisbigaa doontaa taageeraysaa. Ta waxaan u malaynayaa maanta mar haddii madax meel ka sarreeyo la taabtaama jire, mar haddii ay saldanadii maanta marayso dee meel kale oo loo noqdaama jire, halkaas aynu isku ognahay. Sidaas aynoo ballana hambalyo 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 baan idin leeyahay maanta. Haweenka garabka haweenka dhallinyarada beesha Reer Xuseen ee xisbiga kulmiye maanta ku wareejinaysa xafiiskan, waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin soo dhoweynta qiimaha iyo qadarintana samayseen. Mabda'iinna waa ku mahadsantihiin. Warkii laydiin sheegay ku tuman maayo, warku waa intii. Wuxuun baanse idiin sheegayaa, qaran baynu nahay, qabiil ma nihin, qabiilna waxba ma taro, kala qoqob dadka waxba ma taro. Waynu ka guuray wixii aynu u halgannay u dhimannayna, waxaa idin aynu qaranno iyo ictiraaf gaadhno. Haddaa ku caloola degteen, waanu idinkula caloognay. Annakaa idinku hormuuda in dadku isdhexgalo, inaan casabayad qabiil la samayn, inaan Soomaaliland la googoyn, inaan dadka la yska hor keenin ayaa muujiseen. Annakuna aanu hormuud idinku nahay. Allahu Akbar. Qabyaaladdu wax layaala waxay taraysaa ma jirto. Xisbiga wadani ee beeshan u badan tahay reer walba wuu ku jiraa. Muuse Bixiil maadradii baa ku jira. Dadka miyaynu kala soconaa mise waa isku geynaa? Waxa weeyaan markaa qabaaladdu hadday wax taraysana annaku ciddaanna waa garanaysaan. Sidii xirsi oran maayo ma oramaanu nahay. Dadkii qabyaaladdana idinku hogaaminaya, idinku madaxdahaa baanu nahay. Saanka iyaguna ma khaldana, halkaanu marra soo marra. Waxaa arki doontaan haddii kulmiya guulaysto, caaqilkaa bidee iyo caaqil guraya la shiidayo ayay kuwaas magasan doonaan meelaha kala jooga. Intiinana u noqonaysa hormuud, intiinana u cuqaala. Marka waxa weeye dadku nin walba mabdayiisu xor u yahay. Xamed Siciid Gaxnuug, Telefishinka Horyaal, Burco.